السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 6 يوليوز 2021. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي ندوي فيه على هذا النوع ديال مطيشة، النوع ديال الطماطم مطيشة الكرازية الحمراء، لا ريتشيري. هذا النوع هذا يعني الناس شافوه لما حطيت صورة ديالو ولا صور ديالو في الفيسبوك، فكاين اللي يعني اعجب به، كاين اللي بغى يفهم وبغى يعرف كيفاش وشنو الطريقه باش نقدر نعتني بهذا النوع، وكيفاش انها يعني كتوصل مثلا لهذا الطول، ولا شنو يعني الطريقه ديال العنايه بهذا الانواع ديال المطيشه. فاول حاجه اللي بغيت نقول هو بان هذه الطماطم هذه فهي ولا هذا النوع ديال المطيشه، باش ما نبقاش نقول طماطم مطيشه، هذا النوع ديال المطيشه فهو من الانواع الكرازيه، يعني الانواع اللي كتكون صغيره وفي نفس الوقت يعني هي متسلقه وكتقدر مثلا يعني ملي كنقول كرازيه ومتسلقه يعني ماشي وطويله، يعني اللي كتكون كطوال بزاف، لان المتسلقه صافيها بانك تقدر تطلع وكتعطيني مثلا يعني افرع اللي هي طويله. فالحاجه الاولانيه هو ان هذه الطماطم الكرازيه فهي من الاحسن انني ما نحيدش ليها لي غورمون اللي كنت هضرت عليهم في الفيديو اللي قبل من هذا. مع الاسف ما عرفش واحد يعني العدد ديال الناس اللي شافوا الفيديو قليل بزاف، علاش الله اعلم، ما عرفتش شنو السبب. فانا كنحاول ما امكن باش يعني ما نبقاش ندير شي حويج مثلا نكتب عناوين اللي هي مثيره وداكشي باش زعما الناس اللي موالفين راه يتفرجوا ويشاركوا، اللي عجبهم الفيديو يشاركوا مع الاصدقاء ديالهم. فكما قلت لكم هذا النوع هذا ما كنحيدش ليها لي غورمون، ما كنحيدش ليها الافرع الزائده يعني سراق الماء، ما كنحيدهمش. علاش؟ باش كطوال وباش كتعطيني يعني بزاف عده افرع، وكل فرع من هذه الافرع فهو ما شاء الله يعني كيعطيني العناقيد ديال المطيشه. فكما غادي تلاحظوا الحاجه الاخرى اللي يعني قبل ما نهضر على نوريكم، فقبل ما نهضر على شي غادي نقول لكم بان هذا النوع ديال الطماطم فهي سونسيبل للوديوم، سونسيبل للميلديو، ودغيا كتصاب. حنا سيختو خاص يعني خاصه هنا في الدار البيضاء، عندنا جو خايب بزاف، عندنا جو اللي هو خايب بزاف، فكيكون الصهد بالنهار، بالليل كيكون البرد، كطيح الضبابه. هذا الجو هذا المتقلب فهو اللي كيساعد على ان يكون الميلديو، درجه الرطوبه كتكون عاليه جدا جدا جدا، اللي كيأثر على القرعيات وكيأثر على المطيشه وكيأثر على الدنجال وكيأثر على الفلفله، كلهم نورمالمون كيتأثروا بهذا التغيير ديال الجو. يعني تري سونسيبل كما غتلاحظوا بان هنا راه بزاف ديال الاوراق ميتين. انا ما درتش، كنت درت واحد الفونجيسيد وابخي ما بقيتش عاودته، ما بقيتش بغيت نديرو لان قلت صافي نخليها بحال هكا. بالنسبه كما قلت لكم فهي كطوال وكتمشي بحال دابا. لاحظوا معايا ان مثلا هذه النبته هذه، هذا الفرع مثلا هذا، هذا الفرع هذا هو كما كيبان لكم، ها هو وجاي راه غادي للفوق، وراه هنا ها هو فين واجه، هنا كان خصني يعني هذا نهزو بشي حاجه ونشدو الفوق باش يطلع ياك. ولكن كاين فرع مثلا ثاني ها هو غادي طالع، ها هو عطاني هذا العنقود اللي كيبان لكم هنا، عطيني هذا العنقود اللي كيبان لكم هنا، عطيني عنقود اخر ها هو هنا لتحت، ها هو باقي ما طابش يعني فيه واحد شويه اللي طايب، وغادي يعني خارج من هنا وعاطي عنقود اخر ها هو كما كيبان لكم هنا، وغادي طالع زيد 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 مازال حتى لهيه، وعاوتاني ها هو عنقود اخر هنا وغادي. هاد كما شرحت لكم يعني لما كتخلي هذيك الافرع الزائده فهي كتعطيك عناقيد، والعناقيد يعني ما كيتاثروش، يعني كيبقاو بنفس الحجم، يعني نفس الحجم ديال المطيشه اللي كتكون مثلا في الاول، يعني عندهم نفس الحجم. لاحظوا معايا مثلا هذه الى قارنتها مع هذه راه نفس الحجم، وحتى الاخرين اللي مثلا يلاه جايين غادي يطيبوا حتى هما راه نفس الحجم، نقارنوها مع هادو اللي كاينين هنا نفس الحجم، مع هادو نفس الحجم نفس الحجم، فكتبقى بنفس الحجم ما كتاثرش، واخا يكونوا عده الافرع. وكما قلت لكم في واحد الفيديو كنت قلتها، فممكن انها تمشي اكثر من 5 متر، ويعني اكثر من 5 متر تمشي، يعني تمشي على في الطول وتمشي على العرض، تمشي في لا هوتور وتمشي على العرض، يعني في العلو وتمشي كذلك في يعني في العرض.
ف طريقه العنايه كيفاش شنو العنايه. فلاحظوا معايا بان اول حاجه يعني بالنسبه للزراعه فممكن ان ناخذ هذه شويه يعني بقات هنا مع القمه خديتهاش ما جنيتهاش حتى انها يبست وتكمشت. فهذه غادي ناخذ مثلا هاد الزريعه، انا غنحاول ما امكن نلوح الزريعه هنا باش غتشوفوها كنسقي. ها هما هاد الزريعه، لاحظوا معايا هاد الزريعه، هاد الزريعه هادي كنحطها في شي بلاصه كتيبس، يعني خصني نشف نغسلها مزيان باش يحيد منا هذاك هذاك الوجال اللي كيكون كيجمع مطيشه، ونغسلها وابخي اوتوماتيكمون نحطها تنشف في بابي يعني ديال ليسوي ما ولا مشوار ديال الكاغيط مثلا ولا في ورقه عاديه حتى تنشف. من بعد ملي غتنشف في ديك الوقيته نقدر نحتفظ بها حتى الوقيته ديال الزراعه ديال المطيشه. الوقيته ديال الزراعه ديال المطيشه شنو هي؟ وهذا الشيء راه داخل في العنايه. وقيته الزراعه ديال المطيشه كتكون كتبدا من الاخر ديال فيفري، الاخر ديال شهر جوج، حتى تقريبا البدايه ديال شهر اربعه. هذه هي الوقيته اللي كنغرسوا حنا فيها مطيشه، يعني فين كان الوقيته اللي كنغرس فيها انا مطيشه وكتعطيني النتيجه، وهذا هو الوقت المناسب ديال الزراعه ديال البذور ديال المطيشه. فهذه هي احسن وقت. ثاني حاجه اللي هو مهم بزاف وهو التراب اللي انا نورمالمون داير هنا. فما يمكنش انني نبغي نغرس مثلا لا مطيشه ولا القرعه ولا اي حاجه اخرى ونديرها في محبق مثلا، اولا نديرها في بحال هذا الباك هذا اللي انا داير هنا، وفي نفس الوقت نمشي نجيب لي غير التراب ديال الزنقه، نجيب التراب ونحطو ونغرس فيه. سي ما يمكنش. علاش ما يمكنش؟ لان ديجا داك التراب ما كيكونش غني، ما كيكونش يعني ما فيهش المواد العضويه الكافيه باش مثلا هاد المواد العضويه باش هاد النباتات مثلا تغذاو، وهذه يعني خصني ضروري خصني يكون التسميد كثير، خصني ندير الغبار، خصني بلان شوز. دونك من الاول خصني نفكر انني ندير تربه غنيه اللي هي الطيرو لا تور، وفي نفس الوقت نخلط معاهم الغبار، كنقدر نخلط معاهم بعض المرات بقايا ديال البن ديال القهوه، كنقدر نخلط معاهم ميم ذاك الربيع اللي مثلا اليابس اللي كيكون عندي هنا ولا شي حاجه، كنقدر نخلطو معاهم وكيولي واحد الخليط، واحد السيبسخا، واحد الخليط اللي انا كنقدر نحطو نغرس فيه اي حاجه وينبت، وبلا ما نزيد فيه حتى شي سماد، بلا ما نزيد حتى شي سماد. امتى كنزيد السماد؟ هو الوقيته ملي كيكون عندي بحال دابا الشجر هنا، وكنعرفوا بان الشجر اللي غومون، يعني الشجر كيكونسومي بزاف 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 الماكله، يعني كياكل بزاف ديال سميتو، دونك خاص ضروري يكون تسميد، لان التربه اللي كتكون مثلا بحال هكا فهي كتفقد ديك يعني الكميه ديال الاكل اللي كيكون عندها، وكيولي خاص ضروري خاصك انك تزيد الغبار ولا تزيد مثلا سماد الان بي كي ولا تزيد مثلا يعني اسمده اللي هي مثلا اللي غتعرف بان هي اللي غتنفعك. فكما قلت لكم يعني التربه مهمه بزاف. الناس اللي سولوني، الناس اللي قالوا لي بان غرسوا بحال واحد الاخ في مراكش فكيغرسوا وما كينوضش لهم داك الشيء، فهو كما قلت لكم كاين الحاجه الاولانيه اللي هو الجو، يعني خصني نغرس في الوقت ديال الغرس، هذه الاولانيه. ثاني حاجه هو التربه اللي خصني نغرس، يعني التربه اللي فاش خصني نغرس. ثاني حاجه النوع ديال المطيشه اللي غادي نغرس، فالطماطم الكرازيه ولا هاد المطيشه الكرازيه ولا هاد المطيشه اللي هي طوماط سوغيز اولا لا ريتشيري، حيت سميتها هي ريتشيري، هذه سميتها لا ريتشيري، يعني الطماطم الكرازيه الحمراء باش نهضروا نقولوها بالعربيه. ف هذه يعني من النوع الاصلي، من النوع الاصلي، وهو يعني نوع اللي هو سبحان الله العظيم كيكون يعني كيعطي بكثره، كيعطي الانتاج كثير كثير كثير. وكما قلت لكم فهو الى لقى العنايه فهو كيعطي مزيان كاع اكثر. هنا انا عندي هنا اشكال كما قلت لكم، فهي مصابه انا خليتها، يعني حاولت حيدت الوراق اليابسين، بقيت كنحيد الوراق اليابسين، مي اون فان دو كونت خليتها وصلت يعني بان غنبدا نرد لها البال نسقيها وهذه على ما يطيب هذا الشيء، وصلت يعني ابخي ناخذ عاوتاني لي غران ونعاودهم عاوتاني ان شاء الله العام الجاي كما ديما كندير. لاحظوا معايا فين كاينين العناقيد، لاحظوا معايا شوفوا راه واحد هي الفوق، راه واحد اخر الفوق لهي، يعني راه تقريبا شحال العلو، يعني راه وصلت تقريبا على الاقل واحد يعني من التراب من هنا واحد جميترو مترو ورا مترو 80 مترو 90 حتى الجميترو باش معليه. فين كاين العنقود عاد ابخي راه الافروع ديال المطيشه راه غاديين، وغير هذا الفرع هذا اللي وريتكم يعني اللي غادي من هنا، غادي من هنا الا جينا باش نعبروا ديريكتوم غنلقاو فيه اكثر من 5 متر،
هذا الفرع هذا اللي غايب، نقدر نلقاو فيه اكثر من 5 متر. فهذا الشيء اللي كاين بالنسبه لهاد الطماطم او المطيشه الكرازيه، كنبقى نقول الطماطم لان بقوه ما انا كندخل في يعني المجموعات ديال وسائل التواصل الاجتماعي ديال الفيسبوك اللي هما بالعربيه، وديما مثلا عندهم هذا الاشكال هذا ديال اللغه او اللهجه ديالنا اللي هما مثلا صعيبه عليهم ولا ما كيفهموهاش ولا ما عارف ما كيحاولوش باش يفهموها، فكيخليني انني نبدا نقول الطماطم، لان ملي كنقول لهم مطيشه كيبداو يقولوا شنو هي مطيشه شنو هذه، وخصني نبدا نشرح وخصني نبدا نقول، الوغ كنخلط كنقول لهم مطيشه والطماطم كومصه باش يعرفوا علاش كندوي. فكما قلت لكم دونك هذا هو يعني الحاجه اللي غادي نبغي باش نقول لكم اليوم على هذه الطماطم، على هذه المطيشه هذه المطيشه الحمراء. وكنتمنى ان الا كانوا عندكم اسئله، الا كان اي سؤال خاص بهذا النوع هذا فوجهوه ليا، وانا ان شاء الله نحاول ما امكن ندير الجهد ديالي باش نجاوبكم. دونك قلنا النوع، الوقت، الجو، والتراب اللي كنغرس فيه، هادو ضروري مهمين بزاف. كاين واحد الاخ اللي كان سولني على ان بروغرام ولا على ان كالوندري ديال لي سومي، يعني كالوندري متى شنو نغرس هذه متى نغرس هذه. فاللي غادي نقول ليه حنا الهوات، يعني ماشي محترفين، حنا هوات، اسمحوا لي راه كنحول التويو، حنا الهوات ما عندناش ان كالوندري اكزاكت، خاص على حسب البلاصه اللي انت فيها، على حسب مثلا البلاصه اللي انت فيها. انت مثلا في مدينه مراكش، فالجو ديال مراكش كيكون سخون في هذه الوقيته، غدا ولا بعد غدا ان شاء الله يعني نطلبوا السلامه، يعني من هنا نهار السبت يمكن ولا ما عرفتش شنو غتكون درجه الحراره في مراكش، فالظل تقريبا اكثر من 45 درجه، تصوروا معايا اكثر من 45 46 درجه حنا في شهر 7، ف غتكون غرستي اللي غرستي في الصحة ولا شي حاجه راه غادي يمشي لك، يعني غادي ياكل لاصه. اذا الكالوندري اللي غيكون في مراكش ما خصوش يكون بحال الكالوندري اللي غيكون في الدار البيضاء. فانا في الدار البيضاء الا كنت كندير لي سومي ديالي، كندير زراعه البذور ديالي كنديرهم في شهر 3، في الاخر ديال شهر 3 اولا لو مي مارس، يعني وسط شهر مارس، ففي مراكش خصهم يديروها في مي فيفري، فوسط فيفري اولا في بدايه فيفري، بدايه شهر فبراير. يعني هذا هو خص كل واحد يادابتي لو كالوندري ديالو سولون التجربه ديالو، يعني يحاول يبدا يجرب يعاود يجرب وحتى يطيح في الكالوندري ديالو، يطيح في الوقت بالضبط اللي نورمال ممكن ينجح فيه الزراعه عنده. فكما قلت للاخ قلت ليه خصو يغرس، يعني ناخذ بذور ياخذ واحد مثلا يقسم على اربعه يزرع واحد شويه يزرعها في الاول ديال شهر جوج، ويزرع واحد شويه في اواسط شهر جوج، وواحد شويه في الاخر ديال شهر جوج بدايه شهر مارس، وواحد شويه في اواسط شهر مارس، ويشوف في ديك الوقيته ويشوف شنو هي اللي غتكون ناجحه واللي غادي تعطيه الغله واللي غادي تصبر واللي غادي ياخذ منها مثلا المنتوج ديالو في وقت مزيان، وبدون مثلا ما يفقد يتحرقوا ليه مثلا النباتات ديالو ولا الغله ديالو. هادشي بالنسبه للمطيشه، ولكن راه هادشي كيطبق على حتى اي نوع من البذور الاخرى اللي كتغرس ديال الخضروات، يعني الفلفله، الدنجال، القرعه، السلاوي، اي حاجه اللي نورمالمون كنغرسوا وكنديروها مثلا كتكون الغذاء ديالنا. لان هادشي اللي كاين بالنسبه للطماطم الكرازيه او المطيشه الكرازيه ولا لا طوماط سوريز ولا لا ريتشيري، هادشي اللي كاين. كما قلت لكم اذا كانت شي حاجه فانا مرحبا، انا راه الاشاره ديالكم، سولوني. وكنتمنى ان الفيديو يحقق واحد العدد ديال المشاهده، لان حرام، ماشي حرام، عيب ان الفيديو اللي قبل يحقق هذاك العدد ديال المشاهده اللي هو قليل 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 بزاف. فانتم غتساعدوا الفيديو باش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم باش يحقق واحد العدد المشاهدات اللي هي تكون مزيانه. وكنتمنى انني نكون كنفع الناس بهذا الفيديوهات ديالي، كنتمنى ان الناس تنفع بهذا الشيء اللي كنقدم وتستفد منه. وغادي نقول لكم تحيه لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.